السلام عليكم، معكم أحمد السائح في الفيديو 17 من سلسلة سي شارب فاندمنتالز. في الفيديو ده هنتكلم عن الطريقة الثالثة اللي نقدر نعمل بيها implementation لجملة تكرارية، وهي الدو وايل. الدو وايل بتختلف عن الحالتين اللي قبلها في حاجة بسيطة كده. طريقة كتابة الدو وايل في البداية بتتكتب بالشكل ده: دو، نفتح البراكتس دومات ونكتب في الآخر الكونديشن بتاعنا. طيب هنا بيتكتب الكود اللي المفروض اللوب ديت هتنفذه، فهنكتب وليكن دو ريزلت. قبل الدو هنعرف الكاونتر بتاعنا، هنعرف وليكن اي بتساوي صفر. بعد ما ننفذ الحاجة بتاعتنا هنا هنزود الكاونتر بتاعنا، وهنا الكونديشن بتاعنا لو الاي اقل من 10. فهنا زي الحالات السابقة هيشوف هنا هياخد الانشاليز فاليو، هيروح ينفذ، هيزود، وبعدين يتشيك الكونديشن في النهاية خالص. لو جينا نرن هنلاقيه طبعا من 0 ل 9 زي ما احنا متعودين. هنحط هنا بس بلس اي، هنلاقيه طبعا من 0 ل 9. جميل جدا. طيب الفرق الجوهري اللي بينهم بقى هيبان هنا. لو احنا هنا كتبنا الكونديشن ما يتحققش في البداية، يعني الاي بصفر والاي اقل من الصفر، فهو الكونديشن ده فولس، فالمفروض اصلا ما ينفذش حاجة، بس مش هينفذ لو كنا كاتبين الكلام ده جوه فور او وايل. طيب علشان نعرف الفرق هنعمل هنا وايل، هنعرف هنا متغير انتجر جي بتساوي صفر، وهنحط الكونديشن بتاعنا لو الجي اقل من الصفر هيطبع الكلام ده هنا باي ريزل، وهنزود هنا جي بواحد. لو جينا نرن ونشوف النتيجة هنلاقي طبع الدو ريزلت وما طبعش الواي ريزلت، مع انهم نفس الكونديشن. الفرق هنا بقى في الدو وايل ان الدو وايل على الاقل بينفذ الكود اللي جوه البادي بتاعه مره واحده حتى قبل ما يتشيك الكونديشن، انما في الوايل لازم يتشيك الكونديشن في البدايه، واذا كان صحيح ينفذ البادي، لو ما كانش صحيح ما ينفذوش. اما الدو هو بينفذ وبعدين يتشيك الكونديشن بتاعه براحته بعد كده. ممكن نعمل بريك بوينت على الدو علشان نشوف ماشيه ازاي. لو عملنا بريك بوينت هنا وعملنا ستارت، هنلاقي في البدايه الاي بصفر، الكونديشن بتاعنا فولس، بس لو عملنا هنا ستيب اوفر هنلاقيه دخل على البادي في البدايه ونفذه، وبعدين راح زود، وبعدين شاف الكونديشن بتاعنا اللي هو الاي بواحد اقل من الصفر فهو فولس فخرج، بس كان اوريدي نفذ البادي اللي جوه الدو. انما الوايل لو كملنا للوايل هنلاقي الاي بصفر، الجي بصفر، الجي اقل من صفر غلط، فهيخرج بره من قبل ما ينفذ اي حاجه خالص. اتمنى كده تكون الدو وايل مفهومه، والفرق ما بين الدو وايل والوايل او الدو وايل والفور مفهوم، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.